نبدأ اليوم وركزوا معي لأنه هو سهل جدا حتى أطمنكم، أنا متأكد وواثق أن الكل حيكون مستوعب تماما، ما فيها أي مشكلة خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنعرف سويا ما معنى concept of p-value، حنعرف كيف نختار statistical test لأي comparative. في نوعين من الكومباراتيف، في باي فاريبل وفي مالتي فاريبلز. كيف نتعامل مع الباي فاريبلز وكيف نتعامل مع المالتي فاريبلز؟ اكيد في النهايه ضروري نحط الجولدن رولز. بي فاليو اهم شيء، اذا استوعبناها انتهى كل شيء. الان لو في واحد من زملائنا في البايوكيمستري راح عمل البحث الاتي، راح شاف المستوى متوسط الكوليسترول في الناس اللي في المدينه وفي الناس اللي في الريف، وطلعت النتيجه له بالشكل ده، ده 220 ملي جرام بير ديسيلتر وده 190 ملي جرام بير ديسيلتر. لو افترضنا ان الباحث ذا حسب سامبل سايز بشكل صحيح، قولوا كويس، اختار العينه كمان راندم سامبل بشكل صحيح، السؤال لكم، هل يستطيع هذا الباحث ان يخرج علينا وعلى المجتمع العلمي ويقول لهم انه مستوى او متوسط الكوليسترول اللي في المدينه اعلى من اللي في الريف؟ يستطيع ولا ما يستطيع؟ لا يستطيع، لا يستطيع لسببين. السبب الأول، لو استطاع وخرج بهذه الكونكلوجن ما عاد فيش داعي للستاتيستيكال تيست، كل من طلعت له نتيجة يخرج للمجتمع العلمي ويقولها، هذا السبب الأول. السبب الثاني، لا يستطيع لأنه لربما أنه الكوليسترول اللي زاد في الناس اللي في المدينة أنه اثنين ولا ثلاثة الكوليسترول حقهم هاي دخلوا فيها باي تشانس وبالتالي رفع الكوليسترول، يعني نتيجة صدفة. طيب إيش التشانس دي؟ إيش معنى الصدفة؟ الصدفة يعرفوها لنا العلماء أنه كالآتي، هي the probability of occurring the result by mere chance، أنه حدوث النتائج والأرقام اللي نشوفها لمحض الصدفة، ومن هنا سموها b-value. إذن الآتي، على هذا الأساس الصدفة دي لا يمكن منعها ولا يمكن علاجها، فقط يمكن قياسها. إذا نعيد، هذه الصدفة اللي تحدث لنا في الأرقام لا نستطيع لا نعالجها ولا نمنعها، نستطيع فقط نقيسها. وعليه اجتمع علماء الإحصاء وقرروا الآتي، قرروا أنه في كل العلوم الطبية والطبية كل الميديكال ريسيرش، إذا كانت طلعت البي فاليو أقل من 5% فنقول العلاقة دي علاقة حقيقية، وانه نقول عليها significant، وحشرها بعد شوية ايش معنى significant. اذا الصدفة المسموح بها اقل من 5%، اذا اقل من 5% فنقول هذه العلاقة علاقة حقيقية، يعني الارقام اللي اختلفت هذه ما هيش باي تشانس، خلاف حقيقي. واذا طلعت اكثر من 5% نقول انه الارقام اللي اختلفت امام عيوننا هذه باي تشانس، هي صدفة وليست علاقة حقيقية، ونسميها non significant. جميل. طيب كل الفكر الإحصائي، ها اسمعوا هذه النقطة، كل الفكر الإحصائي قائم على حساب حجم الصدفة. فإذا طلعت الصدفة أقل من 5% لا، العلاقة حقيقية. إذا طلعت الصدفة اللي هي البي فاليو أكثر من 5% due to chance. وعليه كل الاستاتيستيكال تيست، كاي سكوير، ستودنتي تيست، أنوفا تيست، مان ويتني تيست، كروكسل واليس، بيرسون كورليشن، سبيرمن كورليشن، ماكنيمار تيست، كل التيست كلها تحسب حجم الصدفة. طيب ليش التيست دي تغيرت؟ لأنه في داتا معينة ما ينفعش لها التيست الفلاني، وفي داتا ثانية ما ينفع لهاش التيست الفلاني، فكل واحد من العلماء طلع لنا تيست تحسب حجم الصدفة أكوردنج الداتا. جميل، ممتاز. إذا كل الستاتيستيكال تيست تحسب لنا حجم الصدفة. طيب الان بعد ما استوعبنا هذا الكونسبت ايش بدكم تجاوبوا انتوا؟ الان هذا الباحث اللي اتفقنا عليه صاحب البايوكيمستري عمل الاحصاء حقه وطلع البي فاليو 0.6، ايش رايكم؟ نون سيجنيفيكانت، ان العلاقه هذه ليست علاقه حقيقيه وانها ديو تو تشانس، اذا الارقام اللي نشوفها مختلفه هنا ناتجه عن الصدفه. طيب الان بحث اخر عمله ناس بلاد جلوكوز امانج الاوبيز والنان اوبيز وطلعت البي فاليو 0.01.
إذن هنا العلاقة حقيقية، وبالتالي الفرق حقيقي. إن الناس الأوبيز أكثر البلد جلوكوز عندهم أو متوسط بلد جلوكوز من الناس النان أوبيز، وعلاقة حقيقية سيجنيفيكانت. جميل. طيب هذه العلاقة الآن، ناس عاوز يشوف الليبيد بروفايل أمانج الهايبرتنسيف، فطلعت البي فال البي فاليو 0.4، معناها إنه الأرقام اللي مختلفة ذي هي باي تشانس ولا يوجد خلاف حقيقي. النقطة الثانية، طيب لو نفس الباحث عملها وطلع البي فاليو 0.03 سيجنيفيكانت، العلاقة حقيقية، هناك ارتباط بين الليبيد بروفايل والهايبرتنسيف. جميل ممتاز. طيب هذا الأمر الأول. إذا نخلص بخلاصة في غاية الأهمية، بي فاليو it has only one meaning، لها معنى واحد ما فيش غيره خالص. هذا المعنى، هل العلاقة علاقة حقيقية ولا due to chance؟ بس أعيد، ليس هناك للبي فاليو إلا معنى واحد، هل العلاقة حقيقية ولا ناتج عن الصدفة؟ كويس. في نقطة مهمة جدا، احنا الميديكال ريبريزنتيف حقنا المندوبين العلميين يروح لعند الدكتور يقول له الان شوف في دراسه عملوها في بريطانيا، طبعا ضروري بريطانيا، الدراسه دي تقول ان الاولد دراج مقارنه بالنيو دراج اللي هو طبعا يروج للنيو دراج حقه، وان كان الخلاف 0.00001 هايلي هايلي سيجنيفيكانت، صح؟ طبعا على فكره من ضمن القواعد ما تنكتبش الا ثلاث ارقام، هذا الارقام فقط عشان بس يضخموا النتيجه، هي فقط ثلاث ارقام ترتبط. فيروح يقول له شوف العلاج الجديد افضل بمراحل من العلاج القديم بدليل ان البنفاليو طلعت 0.0001. طبعا اذا الدكتور مش عارف يقول له صحيح. هعيد، البنفاليو لا تقيس الا امر واحد، هل العلاقه علاقه حقيقيه ولا ديو تو تشانس؟ لو الدكتور مستوعب هيقول له عاوز السكسس ريت كم؟ كم السكسس ريت حق العلاج القديم وكم السكسس ريت حق العلاج الجديد؟ هنا نحكم بها ما مدى السكسس ريت، لكن البي فاليو فقط ما تعطينيش الا معنى واحد وهو ان العلاقه هذه علاقه حقيقيه، ان الخلاف هذا اللي اشوفه هو خلاف حقيقي وليس ناتج عن الصدفه. واضح؟ واضح يا شباب؟ جميل. اذا هذه احنا اتفقنا انها ثلاثه ارقام تستخدم وليس هذه الارقام كلها. في معنى احنا ايضا في للاسف في رسائلنا كارثه كبيره جدا، لو ما يجي الباحث يقول يا الله أنا في مصيبة، خير يقول النتائج حقي طلعت نان سيجنيفيكانت، والمشرف طبعا يشاركه هذه الهموم يقول له اعمل تصرف بأي حاجة طلعها سيجنيفيكانت، ويجوا لعندي أقول لهم عادي يا جماعة ألعب لكم بالأرقام أطلعها سيجنيفيكانت، إيه مشكلة هي. فدي نقطة في منتهى الخطورة، لابد نفهم إيش معنى سيجنيفيكانت وإيش معنى نان سيجنيفيكانت. شوفوا السيجنيفيكانت والإنسيجنيفيكانت معناها انها العلاقه موجوده في البوبوليشن ولا ما هيش موجوده في البوبوليشن. مش اتفقنا امس ان احنا ناخذ سامبل من البوبوليشن والسامبل دي نطبقها نتائجها على البوبوليشن؟ جميل. فبالتالي كالاتي، اذا طلعت العلاقه سيجنيفيكانت، ما معناها سيجنيفيكانت؟ ان البي فاليو اقل، معناها ان الريليشن از ريال حقيقيه، وبالتالي انا اتوقع ان هذه النتيجه موجوده في المجتمع. العلاقه هذه اللي طلعت سيجنيفيكانت انا اتوقع انها موجوده في المجتمع، وهذه فائده البحث العلمي. ولا ايش فائده البحث العلمي ان انا اطلع انها سيجنيفيكانت ولا سيجنيفيكانت؟ لابد ما لهاش معنى اذا كان سيجنيفيكانت لماي ستدي بس، ان لم يكن لها ابلكيشنز على البوبوليشن. فذي النقطه في غايه في الاهميه، لو ما اقول سيجنيفيكانت ما معناها ان العلاقه ذي اتوقع ان تكون موجوده في المجتمع، والنون سيجنيفيكانت عكسها. النون سيجنيفيكانت معناها انه البي فاليو اكثر من كم؟ من 5%. اذا علاقه ديو تو تشانس، اذا العلاقه هذه ما يمكنش انا ما اتوقعش انها تكون موجوده في المجتمع خالص. ودي نقطة في منتهى الأهمية. إذا السيجنيفيكانت والإنسيجنيفيكانت مربوطة بالبوبوليشن. إن العلاقة يا أتوقع أنها تكون في المجتمع موجودة في مجتمع الدراسة يا غير موجودة في مجتمع الدراسة. إذا الاستاتستيكال أناليسيس عبارة يا نقيس ديفرنس واللي حنتكلم عليه الآن، أو نقيس أسوسيشن وحنتكلم عليه في الكورليشن والريجريشن، وفي أذرز والأذرز ذا رير وما لناش دعوة بها خالص.